فلازم احنا نبقى فاهمين النقطة دي كويس عشان الدوري بتاعنا نسوقه. اولا السعوديين دلوقتي اللي بيشتغلوا عليه ان هم يبيعوا الدوري بتاعهم لشركات كبيرة عشان يجيبوا حقوق بس ضخمة جدا، بحيث ان ده بقى يبقى ينتشر في الاقليم. احنا كمان لازم يكون هدفنا ان الدوري بتاعنا يبقى له تمن يتباع لشركات تلفزيون كبيرة علشان يتبث في الاقليم كله، وده لن يتحقق الا بالمشهد الكامل. اهم حاجة الحضور الجماهيري. لسه كنت هتكلم في القصة دي، حضرتك بتكلمني على الجمهور العربي الذي يشجع الأهلي والزمالك، وماذا عن جمهور الأهلي والزمالك نفسهم؟ جمهور الكرة المصري اللي هو محروم، وخليني أقول بكلام بوضوح، محروم من حضور المباريات، لا يذهب إلا للمباريات الإقليمية وبحضور محدود. إمتى هنخلص من التقييد ده؟ لما نخلص من الصراع الوهمي والحرب الباردة الدائمة بين الأهلي والزمالك. يعني الاهلي والزمالك بتقول ان هو صراع وهمي وحرب بارده؟ اه طبعا، يعني بلاش حرب ساخنه. لكن حضرتك هقول لك على حاجه، الاهلي والزمالك فرقتين كبار، عيب علينا قوي قوي طالما حسب بيقول هم فرقتين كبار قوي، عيب علينا ان ده حال الدوري بتاعنا يعني. واذا كان الدوري الاسباني برشلونه وريال مدريد مش موجودين، فبالتاكيد الاهلي والزمالك اللي مش موجودين في الدوري المصري هيبقى ما فيش دوري. بس ممكن في اسبانيا نتفرج على كوره، هنا ممكن ما نتفرجش. فوعليه لابد من نظام وسياسة تجعل المسابقة المصرية مسابقة تليق بهذا التاريخ. لأن احنا حضرنا الكروي عشان نصلحه لابد من فتح كل ملفاته الخربانة عشان نبدأ نبني على مسابقة فعلا تليق بالجماهيرية بتاعت الدوري المصري، بسمعة الكرة المصرية وتاريخها، بالنجوم المصريين اللي موجودين واللي يمكن تسويقهم. نحن ما عندناش دوري فعلا ممكن تبيعيه النهاردة. دوري ايه ملامحه يعني؟ ايه ملامحه؟ حضرتك النهارده بيراميدز بتلعب مثلا سيراميكا، في حد في الملعب يعني؟ الملعب كان هم الاثنين ما لهمش جماعه يعني، بقول لحضرتك يعني هيجرجرنا للملف ملف بقى ان شاء الله بصفه خبيره كبيره لملف الانديه الشعبيه اللي بتندثر لصالح انديه الشركات، اللي الدوري السنه الجايه بتاع اللي هو القسم الثاني او المحترفين، في النهارده في خناقه في اتحاد الكوره. النهارده انا بكلمك في خناقه، اتحاد الكوره خد قرار على ان دوري المحترفين السنه الجايه الموسم الجاي من 18 فرقه مجموعه واحده. في تذمر ورفض هذا النظام، بعضهم عنده حق وبعضهم بيقول ان احنا لازم ناخد الخطوه ويكون في بعض القرارات الاستثنائيه عشان نمشي في الركب بتاع اصلاح الكوره. احنا النهارده احتمال المحله واسوان اعتقد ينزلوا غالبا. فانا بتكلم على ناديين جماهيريين شعبيين لهم جماهير هينزلوا لصالح نوادي اخرى. يعني كلمني على الفكره دي، فكره ان يبقى في نوادي شركات، نوادي مؤسسات. قبل ما حسن يتكلم، عارفه النهارده الجماعه واتحاد كره القدم بتقول لك ايه؟ طب ما تعملوا القسم الثاني المحترفين ده، قسموه عشان الفرق اللي تطلع للدوري الممتاز السنه اللي بعديها ما تكونش كلها شركات. اعملوا دوري للشركات ودوري للانديه الشعبيه، ده اللي تحت. كلام خزعبلي، كلام عجيب خزعبلي. ده طرحوه النهارده، واتحاد الكوره بدل ما يتمسك بقراره وعشان يعني يزوغ شويه ويهدي الجو قال لهم قدموا لنا ثلاث مقترحات. ده كلام فاضي. انت رايك ايه في القصه دي؟ لا، رايي طبعا ان المعالجه بتاعت هذه المساله دي بتاعت سنين طويله جدا، وللاسف ما كانش في رؤيه لما يحدث الان. يعني الواحد لازم يبقى عنده رؤيه. يعني انا سمحت ليه لانديه كل شركه بتعمل لها نادي خلاص. لماذا سمحت لانديه هيئات تشارك في الدوري المصري؟ ده نمره واحد. انت سمحت ليه؟ ما ينفعش. انا البنوك كمان داخله ليه في الدوري المصري؟ البنوك، الهيئات، الشركات. طب بمنتهى البساطه قم برعايه، واحنا الكلام ده قلناه من زمان. قلناه على شركات زي ان بي وزي بتروجيت، مع تقديري واحترامي يعني. طب ما ترعى فريق جماهيري، يعني حط شعارك على فانيله فريق زي الاسماعيلي، زي الترسانه، زي المحله، زي الشركات الكبيره قوي اللي لابساها فرق اوروبا.
شوفي ليه سمحت ده دايما متوحنمت اتنين. الخلط بقى ما بين أندية مجالس إدارات وشركات وهمية لسه ما اتعملتش ومش موجودة. كل فريق الإمارات عملت أندية شركات كورة لكل الأندية، ده مش موجود في مصر حتى الآن. احنا مش عارفين نعمل شركة كورة للأهلي، مش عارفين نعمل شركة كورة. ايه الصعب؟ عارفة ليه حضرتك؟ ايه الصعب؟ عشان ياكلوا الكريمة. يعني ايه ايه هي الإجراءات اللي موقفة إن كل أندية الدوري الممتاز تتحول إلى شركات لكرة القدم؟ بناء على ده كلام الفيفا، ده يرد كلامي، ده انا كنت ابقى سعيد جدا، ده مش كلامي. وهيستثمروا ازاي يعني عشان ابيع الدوري ده؟ لازم يبقى دوري جماهيري ودوري فيه سخونيه وفرق كتير بتتنافس، مش كده ولا ايه؟ عشان ابيع.